على تويتر وعلى البريد الإلكتروني كما هو موضح على الشاشة. تنتج مصر نحو ربع مليار رغيف خبز مدعم يومياً. تعتبر هذه الأرغفة الطعام الرئيسي لعشرات الملايين من المصريين. الخبز هو السلعة الأهم للفقراء الذين يمثلون أكثر من ثلث تعداد هذا البلد بحسب تقارير حكومية. إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين نيته زيادة سعر الخبز المدعم أثار جدلاً واسعاً بين المصريين. هل يمثل القرار تهديداً للأمن الغذائي لملايين المصريين أم خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي؟ الرئيس المصري يعتزم خفض دعم الخبز. يعتمد معظم المصريين على الخبز المدعم في غذائهم، ونحو 300 رغيف منه تساوي دولاراً واحداً. يقول السيسي إن زيادة سعر الخبز ستسهم في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال. جه الوقت إن رغيف العيش أبو خمسة سغدة يزيد ثمنه. حد يقول لي ده كلام؟ خليها للحكومة. خليها إيه؟ خلي الدكتور مصطفى هو اللي يشيلها. خلي وزير التموين هو اللي يشيلها. لا أنا أشيلها. أنا اللي أشيلها قدام بلدي وقدام ناسي. مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة. تدعم الحكومة المصرية الخبز بنحو 2,700,000,000 دولار سنوياً. ويستفيد من هذا الدعم ما يزيد على 70 مليون مصري. كان الجدل حول رغيف الخبز هذا يدور عادة في السنوات الماضية حول حجمه، وزنه، سلامته الصحية، لكنها المرة الأولى التي يمتد فيها الجدل إلى سعره. فمنذ أن بدأ ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود والكهرباء، وحررت سعر صرف الدولار، واتخذت غيرها من إجراءات وصفت بالقاسية، لكن الخبز بقي بعيداً عن ذلك محتفظاً بارتباطه الخاص بالفقراء. يخشى خبراء من أن يشكل رفع سعر رغيف الخبز مزيداً من العبء على المصريين الذين يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر بحسب إحصاءات رسمية. تكلفة التعليم والصحة اللي هم الخدمتين الأساسيتين على الأسر في مصر مرتفعة، فزي ما بيقولوا الناس مش هتتحمل يعني ضغوط إضافية إلا في وسط حزمة يكون المجتمع نفسه شريك في مناقشتها. أنك تعلي بقى تكافل وكرامة من 400 جنيه تخليه كذا كذا، معاشات الضمان الاجتماعي ترفعها كذا كذا، تغير مرة ثالثة عشان عارف الحكومة غيرت مرتين الحد الأدنى للأجور، تغير يعني الحد الأدنى للمعاش أو تزود المعاشات. رغم أن الحكومة المصرية لم تتخذ قرار زيادة سعر الخبز المدعم بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الإعلان عن اعتزامه أثار جدلاً بين المصريين. في ناس في مصر معلش رغيف العيش ده بالنسبة لها هو أكلها وشربها، فأنت النهاردة لما تيجي ترفع له سعره دي أضعف حاجة، يعني هياكل إيه تاني؟ المنطقة اللي عندي بصراحة الفرن فيها الناس محترمة والعيش بتاعهم نظيف. لا ما عنديش طبعاً مقدرة أشتري عيش بسعر أقل. ما بيصيرش على اصلا عيش مدعم، كل حاجه بتغلى عامه، ما فيش جديد. لطالما كانت زياده سعر الخبز مثار جدل كبير واحتجاجات شعبيه في تاريخ الحكومات المصريه. وحين خفض الرئيس الراحل محمد انور السادات الدعم عن الخبز قبل نحو 4 عقود اندلعت اعمال شغب داميه. لكن السيسي بدا اكثر جراه في اتخاذ مثل هذه القرارات التي يعترف هو نفسه بانها على المصريين إجراءات شاقة. أحمد شوشة، BBC، القاهرة. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء عبد الحليم، أهلا وسهلا بحضرتك. وعبر الهاتف من الساحل الشمالي في مصر الدكتور رشاد عبدو، أستاذ الاقتصاد السياسي والتمويل الدولي بجامعة القاهرة، أهلا بحضراتكما. أستاذ علاء عبد الحليم، كما فهمنا من إعلانات الهيئة العامة للسلع التموينية كان ذلك قبل شهرين على ما أتذكر، إن هناك 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التمويني، 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية. أيهم سيتأثر من قرار محتمل فيما يتعلق برفع الدعم عن رغيف الخبز في مصر؟ في الحقيقة أن الدعم في الخبز في مصر هنا بيقدم لأكثر من 70 مليون،
وده كانت منظومة ابتدت الترتيب لها من 2007 لغاية ما طبقت كاملة في 2015 يعني، وشاد بها البنك الدولي. لكن في الحقيقة هي ليست بقرة مقدسة، والأمر بيحتاج إلى إعادة تقييم لهذه التجربة، وإعادة تقييم بالنسبة للمستحقين سواء بالنسبة للأسعار أو بالنسبة لأعداد الخبز. وأنا بظن أن الحكومة يعني قدمت مبرر أخلاقي، يعني أن هي بيكون في متوقع زيادة بالنسبة للخبز من 5 قروش ربما يتضاعف إلى 10 قروش، وأن الجزء الأكبر هيتحول ده ليكون وجبات بالنسبة للأطفال لمعالجة مشاكل الأنيميا والتقزم والأمراض. فأنا بظن أن الأمر بيحتاج أن يكون في مناقشة دورية، لكن الأمر بيحتاج يكون في مشاركة بالنسبة للبرلمان، ويكون في مشاركة اجتماعية، علشان أن الأمر ده حقيقة ملف خطير، وربما كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو اللي حوله إلى بقرة مقدسة لا يستطيع أحد أن هو يلمس سعر الرغيف. لكن أنا بظن مع المنظومة الجديدة يحتاج الأمر إلى إعادة دراسة كل 3 سنوات. دكتور رشاد عبدو، ما هي مساوئ هذا القرار من وجهة نظر حضرتك؟ من حيث المبدأ، مفيش قرار اقتصادي يرضى عنه الجميع، لابد أن يرضي طرف على حساب طرف. ومن ثم هل هذا القرار زي ما حضرتك بتقولي فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية؟ جوانب إيجابية للدولة، أيوة، لأنها بتدعم 51 مليار جنيه الخبز فقط، إنما 89 ده لكل المواد والسلع التموينية. وبالتالي لو النهاردة تخفض هذا الرقم، حتى لو تخفض 20-30 مليار، هل ده هيبقى أفضل كتير للدولة؟ بلا جدال. ليه؟ تقدر توجههم بقى كاستنى ترى السيد الرئيس طرح إنه ده هيكون للمدارس والوجبة الغذائية، إنه ممكن يواجه جزء منه كمان للتعليم والصحة وفترة تالية لرقم كبير، بلا جدال. فالدولة مستفيدة من خفض الدعم، بلا جدال. لكن المواطن هل هو سعيد بهذا القرار؟ بلا جدال. أي تكلفة على المواطن بيخلي الناس تعمل حساباتها. هل في أسر فقيرة كتير في مصر؟ أيوة، التقرير بيقول 30%. طب 30% دول مش إحنا عارفين، وفي مثل مصري جميل بسيط قوي بيقول إيه؟ بيقول ده بيقضي عشاء نوم، يعني ما عندوش مقدرة إنه يتعشى هو ولاده، فبينام وكفى الله المؤمنين شر القتال. بالإضافة إنه هل في ناس كتير ما عندهاش مقدرة إنها تاكل، فالخبز بيسموه من المواد المالئة يعني بتملى البطن، وبالتالي اللي يقدر الأسرة كلها تتلم لو غمزت ملح هتقدر تاكل وتؤمن وتشبع الأولاد؟ أيوة ده موجود. ومن ثم التخوف من إيه؟ التخوف إنه، ودي القاعدة موجودة في العالم النامي كله مش في مصر فقط، كل ما يزداد الفقر يزداد عدد أفراد الأسرة. يعني تلاقي الغني جدا عنده ولد وبنت، عنده ولد واحد 2 بكتير، انما الاسره الفقيره الراجل البياع السريح عنده 10 و12 طفل، وبالتالي 10 و12 طفل دول هيقدر ياكلهم؟ بلا جدال لا. هل ده من الممكن ان يؤدي الى تسرب في المدارس؟ نعم. هل ده من الممكن ان يزيد ظاهره تشغيل الصبيه؟ نعم، عشان الطفل ده يجيب دخل اضافي نقدر نعيش، مش قادرين نعيش. هل ده بالتالي ممكن يخلي حاله رفض للاطفال دول في الاسر، وبالتالي تزيد ظاهره اطفال الشوارع؟ نعم. فكل شيء ليه جانب ايجابي، لكن لازم يكون ليه جانب سلبي. هل من الممكن، وده علم الاقتصاد بقى يقول كده، طب نعمل ايه في الحاله دي طالما عندي طرفين؟ في حاجه اسمها نقطه التعادل او نقطه التوازن اللي ترضي كلا الطرفين، بحيث كل منهم يقدم جزء من التنازل، بحيث الطرفين يسعدهم القرار ويجدوا نقطه وسطى يرضوا عنها. نعم. استاذ علاء عبد الحليم، حضرتك تحدثت عن حساسيه هذا الملف في مصر، واشرت الى الرئيس الاسبق حسني مبارك وسياساته المتعلقه بالدعم. النقطه التي اريد ان اقف عند لنضاهي الوضعين هي نقطة عودة الرئيس السادات عن رفع الدعم عن الخبز أو رفع سعر رغيف الخبز فيما عرف بانتفاضة الخبز. هل يمكن أن نشاهد مشهدا مثيلا؟ لا أتوقع أن يكون هناك مشهد، لأن الرئيس السيسي هو بيتحمل المسؤولية، وأشار أن هو اللي بياخد القرار، وأن هو بيعفي رئيس الوزراء ووزير التموين من حساسية هذا الأمر. لأن في الحقيقة أن الحكومة المصرية مع الإصلاح الاقتصادي قدمت الكثير من برامج الدعم زي التكافل وغيرها من المعاشات، ومن دعم الأسر الفقيرة سواء الأسر المعيلة أو بالنسبة للسيدات اللي ليها ظروف خاصة يعني. فأنا في تقديري أن البرامج الاجتماعية واللي كانت بطلب وإصرار
قرار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اسهمت قليلا في حد من المشاكل يعني. فانا بظن ان الحكومه لديها انتباه بالنسبه لهذا الامر، وربما يكون في هناك اجراء افضل بالنسبه للاسر الاكثر فقرا يعني. فربما لو كانت حزمه متكامله قد تحل من الامر يعني، سواء بتخفيض اعداد الناس اللي بتحصل على الدعم مثلا من 72 مليون كما ذكر تقريركم الى 60 مليون، وتحريك سعر الخبز بعض الشيء، وتقديم دعم للاسر الاكثر فقرا. ربما هذه الحزمه في تقديري قد تكون يعني هي اقل الضرر كما ذكر الدكتور رشاد. طيب لو ذهبنا الى فرضيه حضرتك ان هناك مبررات اخلاقيه لهذا القرار، اضافه الى ما ذكره الدكتور رشاد عن هيكليه الاصلاح بهذا الشكل، يا استاذ علاء، الى اي مدى يمكن ضمان اولا ان تكون هذه الاليه لرصد ودعم الاسر الاكثر فقرا اليه عامله؟ لانه نعلم انه مصر لديها هامش كبير من الاقتصاد الموازي، الاقتصاد غير المسجل، وبالتالي كيف يمكن رصد هؤلاء لمساعدتهم كي لا نشهد كل الظواهر التي تحدث عنها الدكتور رشاد؟ في الحقيقة ان الاقتصاد غير الرسمي ده هدف مهم بالنسبة للحكومة، وبتحاول ان هي يكون في دفع لان يكون يدخل الاقتصاد الرسمي من خلال الشمول المالي ومن خلال بعض الاجراءات سواء بالنسبة للتداول النقود او بالنسبة للبنوك وغيرها يعني. لكن في تقديري ان الامر بيحتاج حزمة ويحتاج في توضيح اكتر بالنسبة للاعلام يعني، وان الحكومة لابد ان يكون فيها انتباه ان تهتم اكثر بالاسر الاكثر فقرا يعني. وخاصة ان من المؤسف ان حسب التقارير الرسمية كانت هناك زيادة في نسبة الفقر خلال السنوات الثلاث السابقة يعني. فأنا في تقديري أن الأمر هذا أمر حساس، لكن الأمر بيحتاج أن يكون في شجاعة من الحكومة وأن تقدم البديل، وأن الأمر ده يتم من خلال مناقشة مجتمعية ومن خلال دور أكبر للبرلمان. نعم دكتور رشاد، ما دور جهات الإقراض الدولي من وجهة نظر حضرتك في هيكلة الإصلاح الذي سيتضمن رفع الدعم عن سلع أساسية من بينها الخبز، خصوصا وأنه كانت هناك شكاوى من مراقبين ومن نشطاء اقتصاديين في مصر عن أنه الإصلاح الهيكلي من دون مراعاة الطبقات الأدنى ومن دون مشروعات تنموية ومن دون التفكير في بدائل للخصخصة ورفع الدعم وهذا يعني هذا النوع من القرارات عادة ما يؤدي إلى نتائج عكسية؟ المؤسسات الدولية النهاردة اختلف دورها وشكلها. يعني إيه؟ يعني كانت هي قد كده بتفرض على دول العالم الناني السياسات والإجراءات المتبعة، لقيت إن بقى في ضدها انطباع سيء جدا، وبقى في ثورات في العالم كله بتقول لا للصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك. فابتدت تقول للدول النامية والله اللي المفروض يتعامل واحد من ثلاثة أربعة وانت اللي خد القرارات. ومن ثم أهم حاجة وأهم سلعة كانت إيه؟ كانت الخبز. لو أنت النهاردة على سبيل المثال رفعت الخبز من 5 قروش لعشر قروش، ورئيس بيتكلم عن 20 رغيف بجنيه، لو بقى حتى باتنين جنيه، هو 2 جنيه النهاردة بقت فلوس في مصر، ما بقتش فلوس وما بقتش أرقام، وبالتالي حتى مع الأسر الفقيرة. ليه؟ لأن العامل الأجير النهاردة اللي بجيبه، وكلمة أجير ليست عيبا لأن الذي يتقاضى أجرا، اللي بجيبه النهاردة عشان يعمل أي حاجة حرفية في بيتي، سباك، نجار، أي حاجة، النهاردة يوميته كام؟ يوميته متقلش عن 70 و80 جنيه. فالجنيه النهاردة بالنسبة له ما بقاش رقم، وبالتالي لا المؤسسات الدولية مش هتجد أن ده محتاج أمر يحتاج التدخل. هو هصوب بس كلمة دمها تقيل شوية، أنت قلتي انتفاضة الخبز قبل كده، لا هي كانت انتفاضة اسمها أسوأ كتير، كانت انتفاضة الحرامية، لأن أنت ما رفعتيش الخبز فقط، أنت رفعت حوالي 70 سلعة مرة واحدة. فبالتالي بس دي سردية الرئيس السادات الدكتور رشاد تعلم ذلك، ما أنا بتكلم عن أيام السادات. نعم. فالناس ما قدرتش تتحمل وطلعت كسرت المحلات، فالرئيس السادات اطلق عليها اسم ومصطلح انتفاضه الحراميه. انما هي دايما لما بتضغط على المواطن يعني، وبالذات في عندنا نوعين من السلع يا استاذ رشا، في نوع اسمه ايه؟ السلع المرنه، وفي سلع ثانيه سلع غير مرنه. يعني ايه سلع مرنه وغير مرنه؟ السلع المرنه التي يمكن ان اتحول عنها بسهوله، يعني الشاي غلي او الشاي حصل له مشاكل، اقدر اشرب ينسون، اشرب كركديه، اشرب اي سلعه ثانيه بديله، لكن مع الخبز لا، ملوش بديل، لانه زي ما قلت لك سلعه رخيصه ومالئه للبطن. فعشان كده المؤسسات الدولية مش هتتدخل في هذا الأمر. لكن هل ترى حضرتك تعزيزا لمنظور يعزز الطبقية بإجراءات كهذه، سواء
الموحي بها جهات الإقراض، المنفذ لها السلطات التنفيذية في أي دولة ليس فقط في مصر؟ ماشي، أنا زي ما قلت لحضرتك كديتك المثال الأكبر، لو أنا رفعت النهاردة الخبز بدرجة 100% من 5 قروش ل 10 قروش، الأسرة اللي كانت بتجيب بجنيه، وجنيه ده ما قلت لك مش فلوس، هيبقى كام؟ هيبقى 2 جنيه ل 20 رغيف، وبالتالي ما هوش رقم مرعب، ممكن يؤثر جدا على ميزانية أسرة. ليه زي ما قلت لك؟ لأن النهاردة متوسط الحياة في مصر مع الارتفاعات النهاردة الحرفي أو غيره أو غيره أو غيره، الجنيه بالنسبة له ما بقاش فكة، بدليل صغير، أنت النهاردة أنا بدي ابني، وأي حد من الأسرة المتوسطة بيدي ابنه كم مصروف النهاردة؟ العشرة جنيه ما بقتش فلوس عشان أديها لابني. فتخيلي بقى النهاردة أنت بتتكلمي عن تحول من جنيه إلى 2 جنيه، الفرق كام جنيه؟ ده مش فلوس. هل يمكن يعني إطلاق العبارة على شكلها كما وصفها الدكتور رشادي أستاذ علاء عبد الحليم؟ فيما يتعلق بنسبية النقود وقيمة العملة المصرية التعامل معها، إذا كان جنيه إلى 2 جنيه هذا لن ربما، أو إلى جنيهين ربما لن يكون في ذلك الضرر الذي يمثله البعض. أنا أتفق مع الدكتور رشاد، لأن في الآخر الخمس قروش ده سعر من عشرات السنين، والآن أصبح حتى أصبحت كعملة كما ذكر الرئيس غير موجودة يعني، فأنا بظن أن لا مش هتمثل خطر كبير، لكن الأمر محتاج أن في توضيح بالنسبة للناس في بعض العوامل الأخرى، أن الناس بترى أن أوكي تحركنا سعر الخبز، لكن في أرقام كبيرة جدا جدا بتصرف في بعض الأنشطة الأخرى، محتاجة أيضا قرارات شجاعة، مثلا الإعلام والصحف وغيرها، دي بتاخد عشرات المليارات من الجنيهات حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمشاريع اللي زادها، فمحتاج ان الامر يكون في توضيح بالنسبة للناس، يعني ليه احنا هنيجي كل على الفئات الفقيرة دي عشان نوفر 8 مليار للوجبة المدرسية، لكن في بعض البنود الاخرى، فانا بظن ان الامر محتاج ان يكون كما ذكرت في مشاركة من الاعلام وفي مشاركة من البرلمان، ويكون في دور من البرلمان بالنسبة للعوامل الاخرى. وربما انا في تقديري في نقطة اخرى، ان اكبر خطر الان على مصر هو الدين الداخلي وتكلفة الدين الداخلي، وده محتاج ان البرلمان يكون موجود، وان الارقام الهزيلة بالنسبة لتأثير 6 مليار او 10 مليار واللي احنا ممكن نحلها من خلال رغيف العيش، الامر بيحتاج ان يكون في توضيح اكتر بالنسبة للناس. شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة الخبير الاقتصادي الاستاذ علاء عبد الحليم، شكرا جزيلا لحضرتك، وجزيل الشكر للدكتور رشاد عبدو من الساحل الشمالي منضم الينا، استاذ الاقتصاد السياسي والتمويل الدولي بجامعة القاهرة.